السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أكدت مصادر محلية أن منتسبا أمنيا أطلق النار على الشاب أحمد محمود عباس الكرغولي ما أدى إلى مقتله على الفور. وقالت المصادر أن المنتسب الأمني كان متعاطيا لمادة الكريستال المخدرة. من جانبه أكد أحد أقارب الضحية المغدور أن الجندي كان يرتدي زيا مدنيا وأطلق النار على الضحية الذي كان برفقة عائلته. لنشاهد. هاي جريمة في منطقة اليوسفية من اللواء اللي اجى جديد يقتل أحد أبناء المنطقة بدم بارد، وحاليا هو سكران ويجي شمر احجار فوق البرج ولا عم شيء ولا يهتم بشيء ولا يهتم بشيء. نستمر مع هذه القضية مشاهدينا الكرام التي أثارت غضب الرأي العام العراقي، حيث أشارت مصادر محلية أن توترا أمنيا وقع بين الفرقة 17 من القوات الأمنية وبين سكان منطقة اليوسفية جنوبية بغداد الذين أقدموا على حرق أحد أبراج المقر تعبيرا عن غضبهم من قتل المنتسب الأمني للمواطن أحمد محمود الكرغولي. لنشاهد. ما عنده عتاد، ما كل على العالم واحد يقول لك سكران، واحد يقول لك بالغ، واحد يقول لك مشاهدينا، بعد هذه الحادثة شيع أبناء اليوسفية جنوبية بغداد جثمان الضحية المغدور أحمد محمود الكرغولي الذي اغتيل على يد منتسب في الجيش. دعونا نشاهد هذه اللقطات. نتابع الآن مشاهدينا بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. مصطفى يقول: يوم بعد يوم الاستهتار بأرواح الناس وقتل وسفك دماء ودمار ونهب أموال، وكأنه عايشين بغابة فعلا وأتعس من الغابة. فيصل يقول: استهتار بأرواح الناس لأن ماكو لا رقيب ولا حسيب، أنت واجبك تحمي مو تقتل، هذا الجندي فاهم الشغلة بالعكس. علي يقول: كان الجندي له هيبة ومن تشوفه كنا أسد، من نشوفه كنا أسد، هسه الشرطي والمنتسب والضابط لو مخمور لو متعاطي.
أين وزير الدفاع؟ أين وزير الداخلية؟ المفروض تحليل وحسن سير وسلوك، مو أي واحد صار منتسب. أبو إليين يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، شنو ذنب هذا المسكين بسبب واحد مستهتر وخارج عن القانون؟ السيد أبو عمر من بغداد، تفضل حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا صار الاغتيالات والقتل، يعني نشوفها بصورة عامة اللي جاي تجي من المنتسبين أو من الأحزاب الفاسدة اللي حكمت العراق من 2003 لحد الآن. هاي الأحزاب اللي نشوف السلاح المنفلت بدون لا قضاء ولا وزارة داخلية ولا جهات أمنية تحاسب من هذه الأمور اللي قاعد بتصير عندنا. نعم. هذا مقتل المواطن البريء اللي اجى قتله هذا المنتسب. احنا للأسف احترامنا إلى الجيش العراقي واحترامنا للشرطة العراقية، اكو عندنا بعض انه المنتسبين يتبعون الأحزاب الفاسدة وديور إيران نفس الوقت، هم منتسبين ونفس الوقت ايضا يتبعون الاحزاب. هم هذول شايفين نفسهم شوف، احنا نقدر نقولها بالعاميه العراقيه عندنا، فانه ماكو حساب احد يحاسبهم، لا قضاء ولا قانون احد يقدر يمنع هذا القتل اللي صار عندنا، لانه التشجيع اللي صار من كثره يعني الاغتيالات والقتل اللي قاعد نشوفه سابقا، انه هذا الضابط اللي نقيب الشعب اللي تعرض الى اكثر من 10 نفرات تلهم بالحله، هذا يعني هاي الامور وغيرها وغيرها. طيب سيد ابو عمر، منو يتحمل مسؤوليه تحويل المؤسسه الامنيه بالعراق الى مؤسسه فاسده مخترقه، عناصرها وافرادها وضباطها فاسدين او متحزبين او متورطين بقضيه تجاره المخدرات وتعاطيها وغيرها؟ يعني اكو احصائيات دوليه تؤكد ان بين كل 3 منتسبين او 3 عناصر امنيه موجوده بالعراق اكو واحد يتعاطى المخدرات. منو المسؤول؟ من يتحمل مسؤوليه هذا الفشل وهذه الكارثه اللي وقعت داخل المؤسسه الامنيه العراقيه؟ استاذ محمد، هاي ترجع امورها الى ضباطها والى قياداتها والى عامل فوجها كل هذا، لكن للاسف احنا ما عندنا قياده ولا عندنا ضباط كفؤين وطنيين يحبون. اشو اللي قاعد نعرفه من ضباط الدمج، ضباط اللي هم يقولون احنا اصحاب مقاومه واحنا مجاهدين، هذول الناس لا داخلين كليه عسكريه، لا داخلين يعني روح وطنيه عراقيه ولا محاسبين. نفس الوقت ايضا شفنا مجزرة جميل الشمري اللي قتل المظاهرين اللي بتاعت الحبوبي على جسر الزيتون، ما شفنا أحد حاسبه وما قام القضاء دور العراقي بأنه محاسبة هذا القاتل، قتل أكثر من 150. وبالتالي المنتسب لما يشوف القيادة ترتكب انتهاكات فهو بالطبيعي يقول لك أني إذا كانت القيادة تفعل هذه الأمور فهو بالطبع يسير على نفس المنهاج. طبعا استاذ محمد، يعني من يشوف هاي الامور انه الضابط متحاسب، انه غيره متحاسب، فايضا انه نفس الوقت المنتسب ايضا يقتل، ايضا اللي يتبع ديون طيب. ايران. شكرا. نعم وصلت الفكره، شكرا ابو عمر، كنت معنا من بغداد، اكتفي بحضرتك بهذا القدر. دعونا نكمل ما لدينا من مواضيع مشاهدينا الكرام، ننتقل الى موضوع اخر لدينا مرتبط بالملف الاول الذي عرضناه، وهو الفوضى الامنيه وانتشار السلاح واستغلال سلطة الدولة. فشلت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 في العراق بفرض سلطة القانون، وانشغلت بالمحاصصة الطائفية والحزبية فيما غابت هيبة الدولة، الأمر الذي أدى إلى انفلات تسبب ببروز ظواهر هددت السلم الاجتماعي وشجعت على تأسيس الميليشيات. طبعا الحكومات في بغداد عجزت عن السيطرة على النزاعات العشائرية التي أصبحت تدار من قبل الميليشيات وفق أجندة للسيطرة على المناطق في ظل غياب القانون وشيوع ممارسات متمثلة أو تمثل مستوى متقدم من التهديد دون وجود ضوابط رادعة لمثل هكذا جرائم. أفاد طبعا مصدر أمني عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم امرأة في ظل إطلاق نار إثر اندلاع نزاع عشائري مسلح في قضاء المدينة شمال محافظة البصرة. لنشاهد.
نكمل مع الملف الأمني مشاهدينا الكرام. انتعش سوق بيع السلاح في العراق بشكل لافت في الفترة الأخيرة بعد اتساع حدة الصراع بين الميليشيات والأحزاب. وبحسب دراسة أعدتها الأمم المتحدة عن مقاييس الدول العربية في ظاهرة انتشار السلاح بين عامة الناس، كان للعراق حصة الأسد في تخطيه مقاييس دولية حول أعداد وأشكال السلاح المتاح وبأسعار قياسية. بحسب خبراء في السلك الأمني والاستخباراتي، فإن 60% من تجارة السلاح تقف خلفها جماعات وميليشيات وأحزاب متنفذة، وتستخدم بطاقاتها التعريفية في عملية نقل السلاح وبيعه. كما أن التقديرات تشير إلى ارتفاع معدلات تجارة السلاح والتي تصل إلى نحو 2 مليون دولار في الشهر الواحد. هذه المتاجرة بالسلاح تقود إلى فوضى أمنية في ظل تقاعس الجهات الحكومية في أداء مهامها المتعلقة بالأمن. دعونا الآن نشاهد اشتباكات في مدينة الصدر في بغداد، وتشير المصادر أن الاشتباكات التي ستشاهدونها الآن هي بين تجار الأسلحة في المدينة. لنشاهد. نبقى مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وانتشار السلاح بمختلف أنواعه، وثقت كاميرات المراقبة لحظة اعتداء أشخاص يرتدون الزي المدني على منتسب في شرطة مرور كركوك في قرية الشورجة. لنشاهد. يعني كما تلاحظون الآن، ترجل هؤلاء من السيارة وبدأوا بضرب منتسب في شرطة مرور كركوك بهذه الطريقة. عندما يشاهد المارة هذا الحادث، ما التصور الذي يمكن أن يؤخذ عن الجهاز الأمني في العراق؟ ماذا بقي لهيبة الدولة؟ ماذا بقي لهيبة الأجهزة الأمنية؟ تابعوا الطريقة التي يتم الاعتداء بها على رجل قانون، رجل مرور، بهذه الطريقة. طبعا الكاميرا رصدت اللقطة لكن لم نسمع ما الذي جرى من أحاديث. بالطبع هناك سباب، شتائم، ألفاظ بذيئة أكيد خرجت، وتابعنا الحالة التي رصدتها هذه الكاميرات لشرطي مرور. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام إلى قضاء المسيب بمحافظة بابل، حيث وثقت كاميرا مراقبة لحظة اغتيال المواطن عبد الرسول زكي وهو في سيارته، حيث يبين المقطع المصور أحد الأفراد يستقل دراجة نارية، يقترب من السيارة ويخرج مسدسه ويقوم بإطلاق الرصاص على الشخص المغدور في صورة من صور الانفلات الأمني في بلد تحكمه ميليشيات لا هم لها سوى السرقة ونشر الفساد والفوضى. دعونا نشاهد. دعونا نتابع التعليقات سريعا مشاهدينا الكرام. ولا تقول بلد بلا قانون، ايش تتوقع منه؟ المسؤولين ملتهين بالسرقة والشعب ماكلها. تعليق من أبو مالك يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هالبلد، ضاع به الحق من الباطل. ريحانة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رجعنا نفس السيناريو القديم، والله واحد يخاف من خياله. إلهي رحمتك وعطفك على عبادك. وأم مصطفى تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إلى متى الأحزاب تقتل بالناس؟ حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. معاناة جديدة يعانيها طلبة جامعة البصرة بحجة الاستثمار، حيث استهجن الطلبة ما يسمى بمشروع نقل الطلبة الاستثماري داخل جامعة البصرة. هذا المشروع قام
المشرفون عليه بمنع سيارات الأجرة للطلبة من دخول مجمع كليات الجامعة وإجبار الطلبة على النزول والمشي لمسافات طويلة والالتحاق بسيارات أخرى استثمارية داخل الجامعة، حيث وثقت المقاطع المصورة الفوضى عند مدخل الكلية والازدحامات في ظل سوء التنظيم. لنشاهد. شوف فوق الجسر، شوف هنا حلقة ازدحام فوق الجسر. ولله الحمد ما شاء الله ساعة دخول من بوابة جامعة البصرة حسب المشروع العظيم والناقد الكبير والمفكرين الراقين بهذا الموضوع وبهذه التفاصيل. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام. طلبة جامعة البصرة رفضوا استخدام النقل الاستثماري داخل الجامعة في اليوم الأول لفرضه، مفضلين السير على الأقدام، كما شهدت أيضا الساحات في الجامعة احتجاجات طلابية على المشروع الذي عدوه فاشلا ويزيد من معاناة الطلبة ويشكل مصدر استنزاف تسترزق منه الجهات النافذة على حساب الطلبة ذوي الدخل المحدود. لنشاهد. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع الآن بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. علي يقول: هو أكو شيء بالعراق لو قرار من قبل الجهات العليا بكل المجالات بخير للمواطن؟ قراراتهم ومشاريعهم مفصلة على مقاسهم، هم المستفيد الوحيد منه. محمد يقول: إذا كان بصيص أمل في الجامعات الحكومية، المنظر اليوم يوحي وأن لسان حالهم سنرهق الطالب والأستاذ والقادم أمر. خالد يقول: أما وراها استفادة كبيرة هاي المهزلة أو أن رئيس الجامعة غير كفوء وإداري فاشل، لأن هاي الفكرة تدعو للضحك رغم قبحها. وفؤاد يقول: هذا يدل على أن أكبر مؤسسة فكرية في البلد وهي الجامعة ليست فقط عاجزة عن إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع، بل هي من تصنع أزمة في داخل بنيتها بخلق قرار حتى أبسط الناس يعلم بنتائجه السلبية. معنا السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي. الله يطول فيك الصحة والعافية إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أبو علي، كل الهلا. الله يحفظكم إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. الله يسلمك، تفضل يا أبو علي. أي والله. إحنا ضد أي شيء طائفي ما نتقبله. نعم. وهذا شغلات يعني هذول هذا الفنات الأمنية أفنات من دسة وأفنات حتى يريدون أذية العالم، فإحنا ما نتقبل هذا الشيء. نعم. إي فإحنا جملة أي شيء أي واحد يروح يعني هذا المواطن شنو ننبه؟ شوف واحد من ذول الحكاك هو شنو ذولا ثرثرة العسكريين
استاذ محمد، دولة يعني دولة جيبوهم مو اهل كفاءه، نعم في شارع ورأس خلاف، نعم هو هنا هو هنا السؤال يا سيد ابو علي. هذه المؤسسه الامنيه دورها وظيفتها هي تحميني وتحميك وتحمي العائله العراقيه، لما تكون تحتوي على منتسبين بهذا الشكل وبهاي الصوره القبيحه، شلون المواطن اليوم يقدر يامن على حياته على حياه عائلته؟ ما يطلع له واحد مكبسل او واحد سكران او واحد مريض نفسي يقوم يقتله امام عائلته بدم بارد وبدون سبب. طيب هاي من المفروض يتحاسب عليها؟ طبعا استشف مرات حالة قتل اللي في بالشارع يقول يا تعال ابو الامن والله يقول لك انا ما لي علاقه. شلون ما لك علاقه؟ هذا مواطن قضيه قتل صار لي حادث يعني هيك وصلت الدرجه والله العظيمه. شفت المقطع يا سيد ابو علي اللي عرضناه من كركوك، ايضا مجموعه من الافراد المدنيين نزلوا شبعوا شرطي مرور كتل، ضربوه اهانوه بالشارع، اهانوا الدوله. طيب ليش ماكو حساب؟ ليش ماكو سلطة قوية تسيطر على النظام بالعراق، تفرض هيبتها، تفرض سلطتها، تسحب السلاح من هاي الميليشيات، تسحب السلاح من ذول الخارجين عن القانون، تسيطر وتصفي الفوضى اللي موجودة داخل أجهزتها الأمنية وتخلي الشرطي إلى هيبة وأيضا يطبق القانون بشكل صحيح؟ ليش ماكو هذا الشيء؟ للأسف فقدنا الاتصال ويا السيد أبو علي من بغداد. عموما أنا أشكرك للمشاركة. ويانا السيد ابو احمد من بريطانيا، تفضل يا ابو احمد. السلام عليكم استاذ محمد العزيز، شلونك؟ وعليكم السلام، حياك الله ابو احمد. استاذ محمد، استاذ محمد، اولا هو ماكو حكومه، لانه مواصفات الحكومه انه بيها وزارات تؤدي عملها بشكل صحيح. الان ماكو اي وزاره بالعراق تؤدي عملها بشكل صحيح. نعم. انا قبل لا اكمل كلامي، يوم امس حدثت جريمه مفجعه في قلب النجف في حي المثنى. دخلوا على عائلة دكتور قشور الطراحي وعائلته وقتلوا والدته اللي عمرها 90 سنة، سطوا مسلح شيء آخر، المهم في قلب النجف. وماكو أمن وأمان. احنا كنا نسمع قبل سيد بابك تحصل على الأمن من أهالينا، هسه حتى من سيد بابك ما تحصل على الأمن والأمان. أنا دايد أفتهم وزارة الداخلية شنو شغلها. يعني تدري الآن إذا تبلغ على أي مشكلة بعدين راح تقاضى عشائرين، يعني انت لو واحد منتبه على ذولا مثلا ومبلغ الشرطه، الشرطه مثلا عرفت من اللي مبلغ الشرطه ويبلغ يقاضوه عشائرين، لان البلد فوضى. لان ذول الناس ما اجوا حتى يقدمون خدمات للمواطنين، ذول اجوا فقط شرع وقانون رفحاء وما رفحاء وشهداء وسجناء وفرهده، وحطوا فد وسيله للفرهده ومستمرين بها. والا انه ابسط ملف هو الملف الامني، ما يقدرون يحققوا، وخلوا الناس، خلوا الناس. انا اتذكر بدايه الاحتلال الناس كانت هي تحمي نفسها بنفسها، لا كان اكو دوله ولا اكو شرطه ولا اكو جيش، ولم تحصل. مو هذا الشيء، هذا الشيء هم غير صحيح. يعني احنا عايشين طبعاً بغابه طبعاً، مو هو طبعاً المفروض مصحيح. هو المفروض شنو فائده الدوله والاجهزه الامنيه و180 مليار دولار انصرفت على تسليح وتجهيز القوات الامنيه وتدريبها بالعراق؟ 180 مليار دولار، وين مصيرها؟ شنو فائدتها اذا اليوم بدنا نشوف العشيره هي اللي تحكم؟ احسنت، انا اعيدك بهذا الموضوع، لانه من تضعف الدوله العشيره راح يبرز دورها، والعشيره هي ما تقدر تحمي، العشيره تعتمد على العاطفه وتعتمد على نفسها. والاموال تتفرغ بطريقه او باخرى، فهي ماكو دوله اصلا كثر بجمع. تحياتي سيد محمد. شكرا جزيلا سيد ابو احمد من بريطانيا. معنا السيد ابو محمد من السماوه، تفضل يا ابو محمد. السلام عليكم اخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أما بالنسبة للوضع الأمني بالعراق ومدينة السماوة جزء من العراق الحبيب، أولا نعاني هنا بمحافظة المثنى من المشاكل، وهي تجارة المخدرات. المخدرات، رجال المخدرات والميليشيات تصور وجود. أصلا هنا دولة وقانون شبه معدوم، اللي تقوم به هي عبارة عن لصوص وسراق، وكلهم عصابات مخدرات، والمخدرات تجار المخدرات صارت سطوتهم أعلى من القانون، وحتى وصلوا إلى سدة الحكم، يتحكمون القرارات حتى بهم، وصلوا إلى قرار الضباط مسؤولين كبار. يعني اليوم أبو محمد، اليوم بالسماوة بالمثنى، اليوم إذا واحد واجه مشكلة هل يقدر يتوجه الى يلجأ الى الشرطه او الى الجيش لحمايته؟
هل يقدر اليوم المواطن من أبناء المثنى أنه يلجأ إلى القوات الأمنية من أجل حمايته من مشكلة أو إنصافه في قضية؟ لا، هنا الدولة ما يطلب من المساكين الآية هاي يطبق على القانون على الفقراء والمساكين. لا، اللي عنده مشكلة اليوم، اللي عنده مشكلة اليوم وين يروح؟ شلون يحلها؟ اللي عنده مشكلة وحسب النفوذ العشيرة مالته، لا عنده نفوذ قوي بالعشيرة هو حقه يجيب. نعم نعم. كعشيرة. هاي بالنسبة للدولة، وقول بالنسبة للسماء ما عندنا أي منثر تجاري أو شيء على البادية، والبادية هسه دخلت لها الميليشيات باستثمارات، وحتى هذا الفقع من رب العالمين أو الكمة يسموه أنتم أكثر شيء الكمة بخط 180 وصلوا ل 300 كيلو بالصحراء، الميليشيات اللي رعاف الغنم قطعت عنهم الصحراء. نعم نعم. ضايقهم. وبالاخص ميليشيا الكتائب والعصايب وهم مثل ما وصلوا لغادوا وتأذت في المناطق الغربيه منهم تحولوا لهنا واذوا العالم والله الاف الدنانات دونمات 60,000 دونم لان يعني عندنا المحافظ احمد منفي انسان فاسد وفاسق ومعروف على المستوى اعطاهم 60,000 دونم بالباديه السباوه ولحد الان انا قبل يومين بالمركز التسويق الزراعي في الاديحه هنا ناس علم كيميائي نسبه تريلات تاخذ من التجهيز من السايلو بامر المحافظ لهم والفلاح اللي منتظر موسم وابار عندنا بالباديه ونخسر عليه الاف ملايين الدنانير بالنسبه للمحروقات نسبتنا طن وطنين وهم نسبتهم تويلات يحملونها. شكرا جزيلا سيد ابو محمد بن السماوة، انا اعتذر منك وصلت الفكره واكتفي وياك بهذا القدر، لكن كلام واضح. ورا ما كملوا على المحافظات الغربيه دمروها وباقوها مثل ما يقول السيد ابو محمد وخلوا ناسها مشردين، اجوا رجعوا على المحافظات الجنوبيه والوسطى، بلشوا بيها سرقه وفساد ونهب وتدمير وإفقار للمجتمع واستغلال للسلطة، ولم يبقوا للقانون أي مكان. هذه هي الأحزاب اللي تحكم العراق. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة. نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى مقطع آخر، ملف آخر، إلى محافظة كربلاء، حيث تداول ناشطون مقطعا يظهر تجول قط داخل أروقة مستشفى الولادة التعليمي في المحافظة، كما أيضا يظهر المقطع تهالك السقف في المستشفى، ويحمل المواطنون مدير المستشفى ووزارة الصحة الإهمال الحاصلة داخل المستشفيات في محافظة كربلاء. لنشاهد. نبقى مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى ملف أو إلى مقطع آخر، إلى مستشفى الجمهوري في محافظة البصرة الذي يعاني منه المواطنون بسبب عدم توفر أساسيات العلاج والنقص الكبير الحاصل في المستلزمات الطبية وخاصة في قسم التوليد والنسائية والأطفال الخدج. وناشد مواطن الجهات المعنية بالوقوف والاطلاع على الحال السيء الذي وصلت إليه المستشفى. لنشاهد.
قسم النسائية والتوليد. يعني المستشفى والله العظيم ما بي باندج ولا بي لاصق ولا بي أي شيء. العالم هاي كده جاي يشتري من برا. يعني مستشفى جدا وش كبر هذا المستشفى الجمهوري. مستشفى جدا وش كبر يا حيدر العطار يا مدير المستشفى. ما بيها باندج ما بيها لاصق يا عباس تميم مدير دار صحة البصرة يا محافظ البصرة. يعني ترى مو حال هاي العالم يعني نيادو بتركض. نستمر مع هذا الملف مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر ولكن نبقى في محافظة البصرة. هذه المرة ننتقل إلى المستشفى التعليمي في المحافظة، حيث وثق ناشط حال المستشفى الذي بني منذ زمن بعيد والإهمال الحكومي وعدم استيعاب الحالات المرضية. ونقل الناشط طلبات المواطنين بزيادة المستشفيات في المحافظة بسبب ارتفاع المصابين بمرض السرطان. دعونا نشاهد. خلفي المستشفى التعليمي، وما أدراك ما المستشفى التعليمي. موضوع اليوم بعد أن يأسنا من مناشدة المسؤولين في الحكومة المركزية، هاي صار لنا 20 سنة نحكي ونصرخ ونناشد ونسولف بس ما حد يسمع. راح أوجه نداء من مواطن بصري بطران يمكن يعتبروني، إخوان أهل البصرة، كل قرى البصرة، كل مناطق البصرة، كل أقضية البصرة، أنتم سامعين بمرض السرطان؟ لو مسولفي لكم تدرون أنتم السرطان أكلكم أكل؟ لو ما تدرون، تدرون أهل المدينة قضوا من السرطان، انتهت العالم بالمدينة وبالقرنة ومناطق البصرة السرطان يفتك بيهم. تدرون أنتم البصرة بالشهر الواحد تبيع نفط، يقولون حسب الأرقام اللي تعلن 10 مليار دولار أو أقل، 10 مليار دولار بالشهر الواحد أو أقل أو أكثر ما أعرف، بس هذا الرقم الشهري لبيع النفط، يعني بس نفط. والسرطان يقال أسبابه استخراج النفط والصناعة النفطية والغاز الملوث للبيئة الموجود في محافظة البصرة منذ 20 سنة، والبصرة تعطي هاي المليارات وتعطي هاي الأموال وما عندنا مستشفيات لعلاج السرطانات اللي أكلت الناس. أنا البارحة خلصت فاتحة خالي مات بمرض السرطان، جاري مات بمرض السرطان، أصدقائنا جاي يموتون بالسرطان، شباب أطفال نساء بمختلف الأعمار جاي يموتون بالسرطان بسبب النفط اللي احنا ما محصلين منه شيء. هسه احنا ما جاي نريد شيء من النفط، نقلكم عالجوا الناس. المفروض كل قضاء بيه 3 مستشفيات، مو مستشفيات قديمة. المستشفى التعليمي تدرون يمتى انبنت؟ انبنت بالعهد الملكي. والمستشفى الجمهوري انبنت بناها الجنرال البريطاني مود، وبعدين بالعهد الملكي هم قبل تأسيس الدولة العراقية، وبالعهد الملكي رمموها سموها الفيصلي، وبعدين سميت بالجمهوري. كل عهد يجي يسوي بها تغييرات سموها باسمه. ما عندنا مستشفيات، ماكو مستشفيات أهل البصرة. مشاهدينا نتابع سريعا التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. أحمد يقول: نعم، انتشار مخيف وتكاليف العلاج باهظة الثمن بدون رقابة، نرجو مراعاة أمراض السرطان وإعطائها الأولوية. جاسم يقول: هذه الأحزاب دمرت البلد مع الأسف، لها النسبة الأكبر. هذه الإحصائيات 10 مليار كلها غير حقيقية، لأن يبيعون النفط بغير عدادات، يمكن بالشهر يطلع 20 مليار. حيدر يقول: بعد 10 سنوات البصرة كلها تصاب بالسرطان. ومحمد يقول: مرض السرطان مرض صعب ومرعب، يرعب المريض وأهله. أنا وابنتي أصبنا بالسرطان بالكلية الأوردة، كل أموالنا ذهبت للعلاج وأجور النقل، ووقف الطيبون بجانبنا. الفقراء الرعاية الاجتماعية الكسبة لا يستطيعون توفير العلاج ولا أجور النقل، وأكثر الزيارات للطبيب على الحكومة النظر بأحوال مرضى السرطان خاصة الفقراء، اللهم اشفيهم. طيب، معنا الآن السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ العزيز، هم يقولون الصحة والصحة، يا عمي والله خلي عفونا العالم بحالها. يعني دمروا الصحة، دمروا التعليم، دمروا الصناعة، وهسه يدمرون الزراعة، الزراعة هسه بالأخص هسه ماكو. نعم. ناس حيتان مسيطرة عليها، ماكو حيتان حيتان. يعني يجي الكيماوي والكيماوي صنع في العراق بالبصرة، معمل البصرة، وكو معمل البيج يقرأ عليه السلام راح انتهى. نعم.
زين من يجي ماكو يجونك ناس متنفذة مسنودين من الحلبوسي وغير الحلبوسي ومسنودين من الشعلان الكريم وغير الكريم ماكو نعم. ومن تحشيها ماكو الفايل مالك موجود بس يوقعون يخلون عدد التاريخ وتروح ما أعرف هذه أما يلفقوا لك ما أنت أنت انتبهتي أو كذا يعني ما حد يقدر يحشي ويا هذول الناس الشرذمة الناس الدايحة طيب. يا أخي يعني هسه هاي الحكومة هاي ما يقولون حكومة بس يقول حكومة يعني مثل ما يفرش الكعبة يعني هاي مو حكومة يعني أتحداهم يبني هسه يبني فلد شيء مستوصف صغير يقدر ما يقدر لأن جيب ناس عمي ما عاد تشبع لأن هسه أزمة الغاز من تجيب خيسة بالشارع شنو غاز بيوم وليلة أو بنزين بيوم وليلة صارت أزمة من قالوا أزمة صارت أزمة نعم يعني تجيها فترة تجي تفول براحتك ماكو تجي تفول براحتك بأي وقت ما مثل دول السيارات قدامك وتجي أيام الطابور 200 سيارة 300 سيارة يعني هذا العمل غير مفتعل صحيح هذا العمل مفتعل يدخلون العالم من سهية ماكو هذا اللي هو قال الغاز حش النفط حش البنزين ها الزراعة ها كهرباء ها مدري شنو ليش وين فيش حشي يعني من نجوم وقت الانتخابات ماكو يجي واحدهم مع احتراماتي لكم احتراماتي للعراقيين الطيبين يجي واحد مثل الشرب يطب الديله اسوي سيد ابو عبد الله نعم وصلت الفكره نشكر حضرتك شكرا جزيلا ويانا السيد ابو علي من الديوانيه تفضل يا ابو علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حبيب الكريم الدوله اول شيء احنا ناحيه غمال ناحيه غمال قطعت علينا الماء ما تزرعون شيء نعم كان في اجور الكهرباء تبعت علينا تعال دفعوا كل واحد حتى الملايين 8 ملايين نعم المواطن لا يزرع شبك او لا تفصل تعفونا من الكهرباء ويدفع مولد ويدفع كهرباء وهو ما عنده شبك يعني انتم جيتوا نقمة على الشعب العراقي ما اجيتوا رحمة وزير الكهرباء طلبناه اكثر من مليون مرة نروح القيم مقام أي مقام عجبنا حسيرته بس تطلع مظاهرات جد حسيرتك في الوادي والله أيام دوار الدولة الديوانية إلى تقود قبائل وأحزاب نعم يعني قيم مقام فعلا 20 سنة يقدر يرئيس وزراء وخرين ما يقدر يوخرين يقدر يحاسب أبو الكهرباء أنت من حاصلك رئيس وزراء من حاصلك رئيس وزراء لا وزراء ما يحمهم نعم حاسبه. نعم سيد أبو علي أنا أشكر حضرتك وصلت الفكرة شكرا جزيلا لك للمشاركة وأعتذر طبعا لضيق الوقت ننتقل الآن إلى فقرة أنت ترى مشاهدين الكرام وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين لحضراتكم مقطع مصور لمواطنين من ناحية الطليعة جنوب محافظة بابل وقد نظموا تظاهرة بسبب شحة المياه وقلة الخدمات وعدم وجود مستشفى في الناحية مما زاد من معاناتهم حيث ترك بعضهم الأراضي الزراعية لعدم وجود مياه لسقيها دعونا نشاهد 2023 بال 2023 معقولة ماي ماكو شهر الثاني ماكو ماي ما يصير يعني هذا مو حق هذا عرفت شلون لازم توفرون خدمات لناحية الطليعة كل خدمات ماي ماكو نهائيا المركز المدينة ما بيه القرى شلون بيها بالنسبة شغلة الفلاليح اللغت عرفت شلون شغلة الماي ماكو يعني الفلاليح اللغت هسه مو فلاح احنا نريد نشرب ماي الطلبات هم يقدمها للجهات المعنية مثل يعني بناء المستشفى وتبليط الشوارع وإحياء شوارع الناحية وإنارة لشارع 40 وشارع العام وطريق يا حسين وبالنسبة لشحة المياه نحتاج انبوب الواصل الخابط إلى المجمعات الريفية اللي هي قرية آل بشارة وقرية آل مخيطي وقرية آل بعقة قضية تتعنى لها إلى قضاء القاسم اللي هو يبعد عنك 15 كيلو مستشفى ما قد وكذلك يعني اليوم تفتقر من الخدمات البلدية اللي هي المتنزهات اليوم هي مفلشة يعني للأسف جاي يشوفها هي مناطق صايرة مناطق يعني كلش خربة يعني للأسف اليوم المتنزهات هاي جاي ملايين جاي يخسرون عليها للأسف اليوم جاي نشوفها احنا اليوم نريد إدامة لهذه المتنزهات إدامة للحدائق وللطرق والجزرات الوسطية الكرام ننتقل الآن إلى فقرة الهاشتاج
تفاعل مغردو العراق مع وسم غابة ديالى للتنديد بالممارسات الإجرامية للميليشيات في هذه المحافظة المنكوبة، حيث تشهد محافظة ديالى توترا أمنيا كبيرا وأحداثا إجرامية كانت بدايتها أو آخرها مجزرة أتشيايلة التي ارتكبتها الميليشيات بتواطؤ حكومي وصولا إلى استهداف الكوادر الطبية في البلاد، ومنها اغتيال الطبيب أحمد المدفعي على يد الميليشيات، حيث تسعى هذه الميليشيات إلى فرض سيطرتها وإبعاد الدولة والقانون من أي مكان من أراضي العراق. دعونا نتابع سريعا بعض التغريدات. زيد يقول: إلى متى تبقى ديالى أسيرة للميليشيات؟ بين الحين والآخر تأتي قوى الإجرام متعطشة للدم، تقتل ما تقتل من الرجال والنساء والأطفال، وتغافل متعمد من أصحاب القرار في الحكومة وسياسيها الذين يجعلون منافعهم فوق كل شيء. لماذا دم ديالى رخيص عند أصحاب القرار؟ يتساءل زيد. دكتور جاسم الشمري يقول: ما الذي يجري في غابة ديالى؟ متى ينتبه عقلاء العراق أن هناك محاولات واضحة لسحق المواطنين الآمنين في ديالى خاصرة بغداد؟ ليس من الحكمة محاولة نشر القتل والرعب بين الآمنين، لا يوجد أي تفسير لما يجري سوى محاولات نشر الموت والرعب والفوضى الخلاقة في محافظة تعاني أصلا من هشاشة أمنية. عباس يقول: لن تكون ديالى كباقي المدن العراقية تحظى باستقرار حتى قليلا، الفوضى التي تعيشها المدينة لم تعش مثلها مدينة أخرى، ولن تهدأ ما دام الشياطين تسير وبلا توقف أبدا. ومحمد يقول: يجب الخروج من التخندق الطائفي، والأهم إزاحة سطوة الأحزاب السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية عن المحافظة والعائلات الفاسدة كذلك، حتى تقوم قائمة لهذه المحافظة. مشاهدين، الآن ننتقل إلى مقطع آخر لدينا في هذه الحلقة. ألقت الشرطة القبض على المنتسب في الشرطة الاتحادية الذي قام بتعنيف أطفاله عقب هروبه بعد مداهمة القوات الأمنية لمنزله. وأفاد مصدر أمني في بغداد أن قوات الشرطة وبعد البحث توصلت إلى معرفة الشخص الذي ظهر في مقطع مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف أطفاله بشكل وحشي. وداهمت المنزل في حي طارق التابع لمدينة الصدر شرقية بغداد، مشيرا إلى أنه منتسب في الشرطة الاتحادية وهو من متعاطي المخدرات. لنشاهد. شو نايمين لهم المرتاحين؟ شو نايمين لهم؟ شو نايمين لهم؟ شو نايمين لهم؟ البطانية، البطانية، وخير البطانية، وخير البطانية، وخير البطانية. شو نايم من هما؟ مرتاح ولا منو؟ وها بطانية. شو؟ وها بطانية. يدي وايد. يدي وايد. ولا ما نعمل. ها؟ ولا العد ما نعمل. لا 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 لا. والله أراويكم مظلم اليوم. تعال 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 تكتب. والله لا لا. تعال تعال هنا. يلا تعال. هذه المشاهد المؤلمة مشاهدينا الكرام هي كثيرة في العراق حقيقة، شاهدناها وعرضنا سابقا تعنيف الأطفال وتعنيف النساء بلقطات سابقة كثيرة بشكل وحشي همجي لا إنساني. هذه المرة تخرج من منتسب في الشرطة الاتحادية مدمن على المخدرات، متعاطي للمخدرات. هذه النماذج كثيرة في المجتمع العراقي، هذه النماذج غذتها السياسات الفاشلة والفوضى ونشر المخدرات ونشر الأفكار السلبية ونشر الأفكار التي تشظي المجتمع وتشظي الأسرة العراقية وتهدم هذا المجتمع. وبالتالي نصل إلى هذه النتائج 20 عاما من بناء هذه الدولة الفاشلة على يد هذه الأحزاب، لنصل إلى مرحلة فيها جزء من المجتمع العراقي من هذه النماذج: مرضى نفسيون،
متعاطون مخدرات، مجرمون لديهم عقد نفسية تنعكس على الشارع العراقي، تنعكس على أسرهم. هذا المنتسب إن كان يفعل هذه الأمور مع أطفاله من لحمه ودمه، فما الذي يفعله إذن مع أبناء العراق، مع المواطنين العراقيين؟ مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.